MFM ويبدا الكلام ويبدا الكلام. ميزة جور انتم تسمعوا في برنامج ميزة جور حتيكشي لسبعة متاع الليل. نحكيه على برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة التونسية، بالتحديد حلقة البارح اللي استضاف فيها سمير الوافي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، حلقة أثارت الجدل. لأكثر التفاصيل معنا الزميل سمير الوافي، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا نبيل، وتحية لمستمعي إذاعة MFM. مرحبا بك سمير الوافي. أول سؤال سمير، بدينا ريحة المسك اللي دخلت البارح في الاستوديو ليه مان؟ عندي عامين ما شميتهاش يعني. ان شاء الله خير. يعني اسمع، يعني والله ساعات والله ساعات واحد يقرا حاجات يعني زي موقع الكتروني معروف بالحكايات هذوما، يعني ايرونيك حلوه الحاجات، اما المشكله مش في الموقع اللي ينشر، عادي حلوين، اما المشكله في اللي يصدق بالسذاجه، معناه يصدق حاجات كما هذه معناتها. ليه؟ على خاطر في المقال سمير الوافي يستنشق المسك وريحه ريحه العطر ودرشنو، يعني يعني اسمع تعبير مجازي حلو مشي مقبول، معناه ما هوش بينشر، مش صحيح بيان سور. انت نفيتوا شيء هذا في الباج نتاعك على الفيسبوك؟ اي معناتها من غير ما ننفيه نورمالمون العباد يفهموا المغربه. به سؤال طول جدي، طول خلينا من السؤال هذاك، هذاك ماهوش جدي. تم اتهام برنامج لمن يجرؤ فقط بانعدام الجرأة البارح مع راشد الغنوشي، شفت الموجة متاع انتقادات على الفيسبوك البارح؟ ما انت شنو صار؟ شفت موجة، موجة عارمة. شوف خويا، اولا مانيش اول واحد يجيب راشد الغنوشي، نحب نسأل سؤال واضح، الرد على سؤال، سؤال فيه اجابته. انا نحب نسأل الناس اللي تسمع فيه الكل، يسميوا لي مذيع واحد، مذيع واحد حاول راشد الغنوشي قبلي انا واحرجه اكثر مني ولا قدي، وجبد له على نسيبه وعلى سهره وعلى ابو عياض وعلى الارهاب وعلى شوف. اذا يقارنوني بزملاء اخرين، مع احترامي لكل الزملاء خاطر كل واحد باسلوبه، ما فماش واحد احرج الغنوشي او حتى السبسي كما احراج حقيقي. اذا يقارنوني بالصراحه راح اوكي هكا نوليو نحكيو، انا مانيش بالصراحه راح، انا في برنامج جديد بلو كلاس، برنامج ما نجمش نكرر روحي في الصراحة راحة، برنامج من نوع آخر، الغنوشي قمت معاه بواجبي، ولو كان غدوة نقولها بكل جرأة ونتجرأ ونقول لو كان غدوة أو بعد غدوة نعاود نفس الحوار وبعد الضجة هذه نعاود نفس الأسئلة وأنا مرتاح الضمير. علاش؟ علاش؟ نقول لك علاش؟ لأنه سي راشد الغنوشي كان عنده استراتيجية إعلامية داخل بها الاستديو، اللي هي كل ما تقول له كلام يوافق عليه، ظهر وكأنه علماني. كان قلت له هيفا وهبي راه، وقال لي والله جميلة جدا وفنانة مثيرة وكذا، يعني قال على التجمعين مرحبا بهم ما عندناش مش معاهم مشكل، قال على أبو عياض اللي أنا مثلا نثبت له فخ باش يقول اسكو هو، قال إرهابي، قال على نداء تونس شركائنا في الحكم، جبت له ثلاثة من أشرس المعارضين نتاعو، ويظهر لي الناس اللي تسمع فيها تعرف سي محمود الباروتي الصوت العالي في المجلس التأسيسي ضد حركة النهضة باستمرار، وينقد في راشد الغنوشي في أكثر من تصريح، وهو معارض سياسي، سي بقداد السهيلي وهو فنان ومثقف يعبر على معارضته للنهضة وللرئاسة وللترويكا في أكثر من تصريح وبشراسة شديدة ومن أجرأ الفنانين، ووصل قال أنه نظام بن علي خير من النظام الحالي. والثالث هو معارض إسلامي بعد المعارض السياسي المعارض الثقافي معارض إسلامي اللي هو فريد البيجي، فريد البيجي اللي هو أكثر واحد مكروه من طرف أنصار حركة النهضة، وعنده اختلاف شديد مع راشد الغنوشي. شوف خوي وقت يدخلوا هذوما، وأنا جايبهم بالذمة، علاش جايبهم حسب رأيك؟ للمواجهة، واضحة الحكاية معناها للمواجهة. أنا ما نتحملش شنو هما أدائهم وجه لوجه مع راشد الغنوشي، يظهر لي أنا جي بوسي دفعتهم باش يتكلموا، خاصة مقداد السيلي اللي فاجأني، وليت نقول له باش حاب تولي وزير ثقافة. بالنسبة لحواري أنا وجه لوجه مع يعني فاجأوك بالتسامح نتاعهم، معناتها بعدم الجرأة نتاعهم المعتادة مقداد السيلي من أجرأ الفنانين في تونس، ومعناتها ما يحشمش في تصريحاته مقداد السيلي البارح شفناه في صورة أخرى. أنا ما نقيمش، أنا أخلاقيا ما نقيمش أداء ضيوفي، معروف عليه يعني معروف عليه مقداد السيلي، ولكن معروف عليه الشراسة. إي فوالا جوستومون،
معروف عليه شرسة، هو حر، هو حر وقت يبدا مع وجه لوجه، مش انا نتحكم فيه، خاطر انا في التليفون استدعيت وكذا مفاجئ ما في بالوش بيه راش تغنوش بيخنف معك سمير الوافي. سمير معك وتعرف خويا خديت راحتي ثلاثه سوايع واش سجلتهم مع شيخ وقصيت منهم الزايد الزايد اللي هو ما جاوبش عليه وكذا. سمير خليت ساعتين و40 دقيقه بالسيف. معناتها نفهم منه سمير الوافي تغير في الاسلوب نتاعك، كنت في صراحه راح قبل يعني سمحني يعني تواجه ضيفك مباشره توا وليت معناتها تضرب راس براس تجيب زوز معناتها واحد مش نضرب راس براس معناتها تجيب زوز تواجهه معناتها باش نضرب راس براس راني شعلت النار انا ما نشعلش النار انا توانسه بتاتر كانوا يتصوروا اللي راشد غنوشي يلزموا يظهر كما تصوروا كما تخيلوا كما محطوط في المخيله نتاعهم يلزمني نظهروا ارهابي يلزمني نظهروا سارتي يلزمني نظهروا ما نعرف شنو هذه ماهيش مهم وما انا ما نوثقش باش نكون سكين في يد حتى واحد باش يطعن الاخر سواء كان ضيفي مني في تونس او من النهضه وهاو باش نجيب ضيوف اخرين من المعارضه وتو تشوف نفس الاسلوب ونفس الطريقه ونفس الفورما. انا معتز بالحلقه نتاعي ونعتبره حوار راقي ما لا فيه لا تشليك ولا تطيح قدر ولا بذاء ملي ولينا نشوفوا فيها في بعض البرامج. حوار راقي ومحترم من حق الضيف، من حق الضيف انه يظهر كما يحب هو ومن حقه باش يحاول يظهر كبير ويدافع على روحه اذا نجح صح عليه. يعني على العكس برنامج صراحه راحه مع سمير، على العكس برنامج صراحه راح اللي في برشا جرأة وفي في ديكلاراسيون بعد الحدة تختلف لانه شو كوي صراحه راح راهو برنامج وجه لوجه الدنيا ظلمه شويه وما معايا حتى واحد وما معايا الجمهور وثم حتى بسيشيكمون ثم مواجهه بيني وبين الضيف وما عنديش شوا كان باش نعمل الفرجه يلزمني نستفزه وساعات حتى نكون جارح سي لا فيريتي ساعات نكون جارح اكثر ما يمكن. هذا فورما جديد انا مانيش مشغول باش نكرر روحي الفورما تحكم فيا مانيش بارد معناها او مهاتم ولكن في نفس الوقت نحب روحي النقد المحترم البناء من غير استفزاز مجاني ماهوش كان مع راشد الغنوشي راشد الغنوشي وغيره يستناو الناس باش يشوفك ربما ارتكبنا اخطاء اما مش الاخطاء اللي اشاروا لها برشا ناس وبربي بعض الزملاء ما نقولوش الكل لانه ثم زملاء محترمين نقدوني ونعتز بنقدهم رغم انه ذاتي كما زميل ناجي الزهيري وغيره اما بعض الزملاء اللي في بعض القنوات يعني يعطيوا فيه في نصايح ودروس يا اخي لو كان جات نصايحهم تنفع ودروسهم تنفع راهي نفعتهم هم راهم حقين نسبه مشاهده وراهم برامجهم ناجحه وراهي الناس تشوف فيهم وتحكي عليهم انا يكفيني. سمير مش من السهل انك تستضيف يعني شخصيات من نوع ثقيل كما البارح راشد الغنوشي. سامحني دقيقه برك دقيقه برك نكمل لك سؤالي هذا مهم ياسر دقيقه برك نوضح لك سؤالي برك هاو نرجع لك سمير الوافي. هل فرض شروطه راشد الغنوشي لحضور البرنامج نتاعك معناتها فرض شروط قال نكون معك صريح قل باش نكون معك صريح خلينا نكمل نقطه واحده تفضل. شوف خوي انا مش اول واحد جاب راشد الغنوشي جاء في شمس افام قبل 3 ايام جاء في نسمه وما ادراك ما نسمه اللي محسوبه انها عدوه النهضه شكون نتكلم عليه كانوا مستفزين معاه ما كانوش مستفزين كانوا عاديين على الاخر ما تكلم عليها حد كان تجاه التونسي. بالنسبه للشروط اللي فرضها راشد الغنوشي بيان سور ما فماش انفيتي راشد الغنوشي او غيره ما يطلبش معناها ما يطلبش غمانات معينه وهي انا نعتبرها معقوله يشرط الاحترام يقول لك انا بربي عايشك انا عندي ايماج معينه وعندي كذا استفز وانقد اما باحترام ما نحبش التشليك ما نحبش الحياه الشخصيه ما نحبش تطيح القدر ما نحبش كذا هذوما شروط معقولين عادي وثقت عليهم وبدون حتى مانع. الاسئله نتاعي صدقني يا نبي صدقني وهذا نتحدى اي واحد يجيب دليل على العكس نتاعو. الاسئله نتاعي فيهم برشا اسئله مرتجله ما نعرفهمش انا اصلا في سور بلاتو حسب الاجوبه سالته على رفيق عبد السلام تحرج منه الاسئله نتاعي على رفيق عبد السلام اللي انا شديت له لمده 20 دقيقه شبيه هارب شبيه غايب شبيه صدفه كيفاش صدفه كذا سالته على ابو عياض قلت له شنو احساسك وقت اللي سمعت خبر القبض على ابو عياض انا انتظرت انه باش يتهرب السؤال باش ما يحرجش روحه مع السلفيه ديريكت قال لي ارهاب سالته على التناقض نتاعو تجاه مواقفه في نداء تونس مره يقول اخطر على السلفيين من تونس على تونس أخطر من السلفيين على تونس ومرة ولا يقول شركائنا ويمكن نتحالفوا معهم
مرة يقول تجمعيين عصابات تجمعية ورسكن للتجمع واللي وتوا حزب كبير وحزب محترم هذي الكل فككتوا في الحوار وسألتوا عليه بالطرف بالطرف وقت اللي جاء مقداد سهيلي ومقداد معناها حب يدخل في حوار ربما ناعم شوية ظهر لي أنا حبيت ندفع مقداد قلت له يا مقداد ما قلت اللي بن علي معناها خير من النظام الحالي جيس شو اسمه سي محمود البارود اللي معروف بنقده الشديد يا أخي أكثر من هكا نبيل يولي معناتها يلزمني نتعسف على ضيفي ويلزمني باش نولي بطل في عيون الناس هو جستمون على خاطر انت سلسل عبيت سمير يلزمني نشلكو ويلزمني نعتدي عليه ويلزمني نسبه هذايا يا أخي مانيش مستعد لها وسمير الوافي ماهوش في حاجة باش يقفف الحزب اليوم خارج من الحكم خارج الحكم تو ماهوش في حاجة باش يقفف له انت سمحني سمير الوافي سمير هذايا حزب خرج من الحكم وماشي على روحه في البيت ويحكي على ماضي ماهوش في حاجة وأنا يا نديل بن عمر وقول هالك للمستمعين نتاعك خاصة سمير الوافي ماهوش باش يتبدل هذه هي المبادئ نتاعي اليوم وغدوة مهما كان الحاكم ومهما كان يعني رغم انه قلت انت بدلت من طريقتي معناتها سمير الوافي قلت بدلت من طريقتي صراحة راحة ماهوش اللي من نجرة فقط بدلت بيان سير بدلت من طريقتي لأنه البرنامج تبدل لأنه الكادر تبدل لأنه الفورمات تبدل كونسيبت ماهوش هو بيدو صراحة راحة هذاك سمير الوافي واحد آخر تقارنوني بسمير الوافي هذاك رديت تقارنوني بزملاء معناها حاولوا راس الغنوشي ما همش أجرأ مني سمعني سمير الوافي يجيب لي اسم كان أجرأ مني مع راس الغنوشي الإعلامي خاصة مع البيجي واضح كايسر. واضح الإعلامي كل ثم قنوات كاملة تعمل في بروباغندا السياسيين معينين وما قالوش عليهم الكلام هذا مجندة تعمل في بروباغندا واضح سمير بيه اسمعني سمير جماعة النهضة سبوني وقت اللي صححت مع التونسية قالوا سمير الوافي باع روحه وسمير الوافي ما نعرفش شنو وسمير الوافي اقعد معايا سمير الوافي سمير اقعد معايا الزميل زهير جيس قال في الفيسبوك نتاعو الباج نتاعو اتحدى سمير الوافي ان لم يكن رشد الغنوشي على علم بجميع الاسئلة معنا الاعلامي زهير جيس الو مرحبا مرحبا بك زهير جيس معنا سمير الوافي بالتليفون مرحبا يا سمير اهلا وسهلا مرحبا يا زهير شنو تقصد انه شنو تقصد انه معناتها لم يكن رشد الغنوشي على علم بجميع الاسئله كنا ديسكسيون صغيره على الفيسبوك انا وسمير وحكينا في العديد من النقاط المشكل انه يتم تهويل برشا حاجات معناتها انا الاستاتيو حتى كي حطيته على اساس انه مش باش نشخص المساله وباش نقصد سمير الوافي بالذات ولكن انا وقت اللي نتفرج على الحلقه البارح ونشوف انه العديد من النقاط تعديت مرور الكرام ونشوف الراحه النفسيه اللي كان موجود فيها الشيخ راشد الغنوشي نفهم مليح اللي كانه الشيخ هذا على علم بجميع الاسئله انا ما نكذبش عليك معناتها ما عنديش المعلومات الاكيده والمتاكده ولكن منطلق اني نفهم محاوره الناس هذوما بالذات والسياسيين نعرف اذا كان هم على علم مسبق ولا مش على علم مسبق انا الاحساس اللي عندي انه الشيخ البارح كان على علم مسبق بجميع الاسئله ما عدا بعض الاسئله اللي كانت مرتجله زهير خلي جاوب سمير الوافي تفضل سمير نجاوب الاحساس نتاع زهير اللي عنده احساس مرهف لدرجه انه يلتقط هل الأسئلة في باله بها أو ما هوش في باله بها يعني هذا إحساس رهيب يعني كأنه ديتكتور يلتقط الأسئلة أسكم حاضرين ولا سي زهير مجرد استنتاج عامله عنده مجرد استنتاج وهذا من حقه ونحترم رأيه استنتج ما هيش معلومة ما عندوش دليل مش عنده معناها جاته معلومة تقول أنه هو يستنتج هو حر في استنتاجه ولكن سي نبيل وسي زهير رأوا هذا ماهوش صحيح لأنه أغلب الأسئلة معناها أنا ارتجلتهم في وسط الواحد يقول لي صحيح ثم نوع ربما أنا ما كنتش كيما سمير الوافي تاع الصراحة راحة وكيما استانسوا بيا نوافقوا في هذا نوافقوا خاطر تبدل في الميسيون هذه وأسلوبي تبدل وهذاك هو أسلوبي يقول لي سويفي معناها على راحته راشد غنوشي يا أخي على راحته مع سمير الوافي هاو جبت له معارضين وكان على راحته أكثر من مع سمير الوافي هاو جبت له أكبر معارضين باش تفسرها الحكاية جبت له أكبر ثلاثة معارضين اللي خل الغنوشي سمير شيخ راشد الغنوشي تغشش لا خل نكمل يا زهير دقيقة بس خلي نكمل الكلام وبعدين نرجع لك زهير تفضل سمير ما كملتش جواب تفضل سمير يعني
يعني وقت اللي جاوبني مثلا انا سالته على التجمعي على التناقض نتاعو نتاع نداء تونس شنو باش نقول له بعد ما يقول لي هو والله السياسه عندها جاوب سيد قال السياسه عندها مصالحها وعندها اعتباراتها وهذه كلها سياسه يعني فما صفقات في الحكايه شنو تحبني نجاوب وقت اللي نساله على ابو عياض نقول له اسكو ابو عياض ارهابي كنت نستنى في اجابه اخرى باش نواصل نحاطره باش نورته بصراحه هو باش نورته في اجابه معينه كانت اجابته غير متوقعه قال ارهابي وكذا واحنا ضد وهذا حزب حركه ممنوعه وكذا ناخذ راحته تحرج في بعض المواقع كما على رفيق عبد السلام وهذا عبر عليه في الكواليس قال لي ما حققش ركزت برشا على رفيق عبد السلام لانك ياسر ركزت عليه وحكيت اكثر من سؤال عليه كانت عنده برشا بعض الملاحظات زاد عنده تحفظ على زنفيتي قال ما في باليش بيهم وكذا يعني يا اخي انا نعتقد اني قمت بواجبي اذا ثم اخطاء فايق فيهم باش نحسنهم في الحلقات السابقه اما وقع تهويل كبير للحلقه واضح سمير مش زهير سمير واضح زهير تفضل زهير الجيس جيس انا فما حاجه معناتها بهتتني مليح وقت لي سمير راهو سمير حد ما يشك فيك والنقد باهي راهو ما نعرفش علاش خذيت النقد اللي جاك من الزملاء الكل وجاوبت عليه بشده وبشراسه جيس حاجه واحده سمير المشكله مش حكيت احساس انا ما قصيتش عليك دقيقه برك سمير جيس برك نعطيك كلمه زهير نرجع لك سمير تفضل زهير استاذ ما قصيتش عليك تفضل زهير انا اللي قلقني انه رد سمير على نقد جه من عند الزملاء من العديد من الاعلاميين انه يوصفهم بجماعه صفر فاصل الساعه ديجا قلقني على الاخر ثم الحاجه الاخرى رانا حتى حد ما فينا كان وكلنا قاعدين نتعلم لا سمير الوادي كان يقبل يناقش السياسيين ولا يتحاور معاهم ماذا بيا نكمل الفكره نتاعي وياريت ما جست رانا قاعدين نتناقشوا معناتها انا بالنسبه لي انا هذاك موقف انت تقول لي احساس مرهف ودرا شنو وكذا الكلام نتاع الاستفزاز راهو مش حكيت احساس مرهف راهو فما خدمه كي تخدمها انت خدموه فما دي ريفليكس يجيوك تفهمهم معناتها انت كبير تتفرج على البرنامج عامل لنا برنامج مع سي راشد غنوشي ورينا هو قالها ديجا زهير قال ورينا وتفوق علينا واعمل نسبه مشاهده 70% واعمل هرجه يا اخي مش علينا فرشتيك انت اعلامي وصحافي معروف ومحترم برا اعمل لنا اخويا نافس بالخدمه يا اخي يلزم التقطيع والتريش في زملائكم انجحوا يا اخويا كيفهم وتكلموا علاش تعطيك قريش علاش اتران علاش اتران خدمتنا لا ما نقبلش النقد اللي ماهوش مقنع ما يقنعنيش اخي بالشيء معناتها انت تحب تقنعني انك حبيت تضيف رجل غنوشي قال لك على رحب والتعاون جيك من غير ما تعطيني الاسئله هكا ما نحبش نقنعك ماهوش الهدف نتاعي انا ندافع على فكره من حقي ولا نسالك سؤال تفضل سؤالي معناتها انت كي حبيت تضيف السيد راشد الغنوشي رئيس حركه النهضه قال لك على الرحب والتعاون جيك من غير ما طلب منك شنو الاسئله وشنو المواضيع المطروحه جاوبني قبل كسمير جاوبني اه جاوبت نحكي على شروط عنده شروط فماش واحد ما عنده شروط سي زهير الباجي قائد سبتي عنده شروط وما تفهمنيش فيهم باش كان باش يجي في الايميسيون تاع صراحه راه الناس كل عندها شروط ثم اللي يشرط حتى تابيروش ثم اللي يشرط حتى تابيروش وما نعرفش شنو واضح في تابيروش في المال المتعبيه كانت موجوده ولا مش موجوده شنو هي اللي كانت موجود قال لك ثم مجموعه اسئله مستحيل انك تطرحها ممنوعه يعني من الطرح اي قال لي كيما شنو سمير كيما رفيق عبد السلام قال لي ما تطرحش اكثر من زوج اسئله انا ضربت فيه 20 دقيقه وتقلق منها كيما نعطيك كيما حياته الشخصيه ما تسالنيش على حياته الشخصيه سمير ما تطيحش القدر التشليك لا اسال كيما تحب اما ثم هذا حاجه طبيعيه كل واحد عنده حاجه طبيعيه عنده حقيقه اما انا شخصيا ضد تطيح القدر والتشليك لانه صحتي مش اشطر اشطر جماعه النهضه هاو باش نقولها لاول مره باش نقول حاجات لاول مره من كواليس الحلقه واسمعني بإيدي زهير اشطر جماعه النهضه هم يسمعوا فيا اغلبهم ضد استضافه مشيان راشد الغنوشي للبرنامج نتاعي والمره الاولى استجبت لهم وما حبش وانا حاولت باش نقنعوا
باش يجي راهو مختلف على الصراحة راحة، وراهو باش نحترموك، راهو باش ننقدوا ونسألوا أسئلتنا باحترام. باهي نعطيك حاجة أخرى، فما ضيوف رفضوا باش يجيو باش يحاوروا راش تغنوش. حمل همامي اتصلت به، أي. اتصلت بشي حمل همامي وقلت له سي حمر راهو احنا عندنا ضيف راش تغنوشي وراهو انا ماذا بيا تجيب حذانا وتواجهوا. سي حمل همامي قال عنده ديبلاسمون، قال لي راني عندي ديبلاسمون والله فصل باهي وما نعرف شنو، انا عندي ديبلاسمون. ها حما كان انا نكذب يكذبني بالتليفون انا وياه. كلمت السيده ألفة يوسف، وألفة يوسف معناها معروف عليها معارضتها للنهضه رفضت المواجهة. كنت نحبها ألفة يوسف تكون موجوده لانها باش تقدم اضافه كبيره للبرنامج. ألفة يوسف تعللت باسباب امنيه ما نعرفش علاش، قالت رجعت لنا المره الاولى كانت نشاور ونرجع، رجعت لنا سامي الفهري هو شاهد على هذا، رجعت وقالت راو انا ما نجمش نجي لاسباب امنيه. حنا شكون باش نجيبو؟ السيده سيليني هذه مفكره معروفه قبل ناقشت راس تغنوش في مناظره وبريسك في برشا مواقف بريسك كانت نتبند معاه، حبيت نجيبها باش تدخل معاه في نقاش قوي. كيف ما نعرفش علاش الناس تتهرب من مواجهتي. اش عملت زهير؟ سمير سمعني زهير، على الاقل عودتنا على اساس انه عندك بحث وقت اللي يجيبك الشخص يكذب عليك سامحني في الكلمه في الاجابه ما يقولكش الحقيقه، تواجهه بالدوسيات اللي عندك. اعطيني امثله حتى هذه بالذات، ما عندك حتى دوسي، ما عندك حتى معلومه عليا وما عنديش دوسي. وقت اللي رشدي الغنوشي يقول لك في مسيرتنا عامين من زمان بنينا طرقات وبنينا كليات وبنينا سبيطارات، تقول له واضح؟ سامحني اش من واضح؟ مينهم السبيطارات والكليات اللي بنيهم؟ خويا قالوا هالك في برنامجك في الاذاعه انا نسمع فيهم، قالوا لك طرقات وكذا وفي سيدي بوزيد. قلت لهم مش تريحت وعطيني وريني. وانت عطيتهم وثائق ولا وريت؟ قالوا لك هاو جبدوا لك ارقام ولا زهير؟ اسمع يا ابني ما تتحقش حتى ارقام، ما تتحقش حتى. سمير زهير، سمير زهير، سامحوني سمير زهير. الو سمير زهير، عملنا ديباسمون في الوقت خاطر عندنا الاخبار بعد شويه. نعطيك كلمه الاخرى زهير وكلمه الاخرى سمير. زهير انا جبت حاجه واحده، نحب الناس اللي قاعده تفهم اللي راني انا وقت اللي حطيت الستاتيو هذايا راهو مجرد نقد عادي لا نقصد به حد شيء، وعمره ما كان كيما برشا ناس يشوفوه ركوب على الحدث ودرا شنو كان. حب يتقبلها من عندي سمير يرحم والديه، وانا نتقبل من عنده نقد الكل، وعنده الحق حتى كي ياخذني ويقول لي قالوا هيك في برنامج انا ما كنت عشان فيه. واضح زهير، اذا كان يحب يشوف حاجه اخرى ما تجيش. سمير عندك الكلمة. سمير أنا تقبلتها منه زهير، والدليل أني جاوبته في الفيسبوك وحكينا مع بعضنا بكل ود، ما فماش مشكل، الاختلاف عادي وصحي ونعمة من عند ربي. وتوا هاك تشوف ناقشته وتناقشنا وماهوش مشكل، راهو الانفعال ماهوش مشكل نتناقشوا. أنا ما نقصدش في زهير، زهير كمان عنده تجربة معينة وربما ما عندوش حقد في قلبه يتكلم سبونتاني، ماهوش كيما برشا عباد. أما ثم عباد كمان كلامي موجه ليهم وصحيح. واضح به. سمير سؤال أخير، شنو كان السؤال في الجواب اللي قدمت رشد الغنوش؟ ونعطيك حاجه زهير، انا باش نمشي ضيف يعني ما عنديش مشكله معاه بالكل. شنو السؤال اللي كان في الجواب اللي هزيته لرشد الغنوش؟ وكان جيت نحب المقدمه راني قدمته في سمير برنامجي. تعدى البرنامج سيد في برنامجي خير. سؤال محرج على الاخر. اي يتعلق بشنو؟ في كلمتين اعطينا انديس. مش نقولوه في التلفزه، تنقولوه انديس بركه صغير به الموضوع العام. مش تحرق لي الكونسيبت هذوما، باش نلموهم ونقولوهم. شكرا ليك سمير الويف، شكرا ليك على الانترفونسيون نتاعك اون ديريكت على ام اف ام. شكرا ليك زهير الجيس، هكا كمان ليميسيون نتاع ميزاجور اليوم. تقابلوا غدوه في ميزاجور جديده. كان معكم نبيل بن عمرو، حمزه عبار في الاخراج. باي باي، تشاو. ام اف ام ويبدا الكلام.